عسلامة. عسلامة. لاباس؟ والله لاباس ومشني لاباس. علاش ماكش لاباس؟ مشني لاباس خاطر عندي 6 سنين نعيش لبرا، تظلمت. وين تعيش تحديدا؟ نعيش في كتالونيا. تظلمت، أنا تظلمت والمرأة اللي عملت لي مشكل مظلومة زادة، كي جيت نطلب في حقي غادي في السفارة نتاعنا نورمالمون معناتها السفارة أي سفارة في العالم مثلا سفارة تونسية عندها أولاد بلادها مثلا في إسبانيا المشاكل نتاعهم لازم تريقلها السفارة تسوي لهم وضعيتهم. وقت اللي أنا جيت نطلب في حقي من السفارة نتاعنا في مدريد وأنا نعيش في برشلونة تلعبت لي اللعبة وقصوا لي حطوا لي عصا في العجلة وحرموني من مريت شختي اللي ماتت و وتعبوني برشا للتو قاعدين يتعبوا فيا. انا هنا اش نقول؟ نقول انا والتونس نتاع انا والتونس اللي نعرفها قبل ما تصير الحكايه هذيا نتاع الثوره ولا الغوره ما نعرفش بالضبط شنو هي صاير. وتونس نتاع بورقيبه نتاع زين عابدين، تونس نتاع السفسيري، تونس جونه، تونس سياحيه، تونس نتاع الزوال يمشي المرشي ينجم يقضي، نتاع الحريه حقوق الانسان 100% مش كلام بركه. فهمت؟ خاطر تو قاعدين نشوفوا مع كل احتراماتي نقول معناتها للكل للسياسيين وللشعب التونسي لازم يفيق زاد الشعب اللي ذي راهي اللي قاعدين يخدموا به ما فماش ديمقراطيه راهو ما فماش جمله كلام بركه ديمقراطيه لا فما ديمقراطيه لا فما دستور لا فما حتى شيء. وانا نطلب من الحكومات ونطلب معناتها من السيستيم الاحزاب الكل اللي راهي بلادنا مش ترجع سيستيم زين عابدين وسيستيم بورقيبه، نحن ولاد بورقيبه ولاد زين عابدين فهمني، وترجع لنا بلادنا اللي نعرفوها قبل جونا السياحه السياحة نتاعنا كل نتاع تونس هربت وهذه حاجة راهو لوجيك يزن خاطر نحكي فيه. بلادنا ميتة كي تشوفها السياحة ويني؟ السياحة مشت المغرب مشت لمصر مشت تونس بلاد حضارة عندنا الحضارة، علاش ما يروجوش الحضارة نتاعنا ب 100% نتاعنا؟ على هكا مصر قاعدة تروج في الخليج وفي في برشا بلدان في الحضارة نتاعها نتاع الفرعون ونحن عندنا حضارة قوية كبلاد صغيرة في الأفريق وقاعدين حضارة يتيشوا فيها في الماء. ترى فما تقصير من الدولة لترويج السياحة؟ برشا مش قاعدين يخموا لا في السياحة لا قاعدين يخموا حتى شيء. بلادنا معروفة بلاد سياحية تونس من عز بلدان في الافريق كانت عندنا سياحه لمسه العنبيب بحورات وتلا ماكله الكوها بلادنا ما باش نرجع بيك للمشكله نتاعك. اي انت وقتاش طلعت؟ انا طلعت 2004. اي كيفاش طلعت؟ طلعت مريض طلعت بوراقي طلعت فرحان كنت في معناتها متجوز. اي زوجتك منين؟ جوزتي من اسبانيا اسبانيوريه. كيفاش تعرفت عليه؟ تعرفت عليه انا قاعد نعدي في عامي في لوبيتال مينيتير مازالوا لي 4 شهور ونكلس تبركلا انا سبورتيف من الصغير بدني تبركلا هابط من برشلونه نتاعنا من ستاسيون وهي جايه من الحمامات خزرت لي ضحك هذاك صارت الفيلين هذاك ضحك على السلامه بونجور اولا تعرفنا على بعضنا مشينا عملنا دوره في السيد ابو سعيد من بعد مشيت مع الحمامات قعدنا شويه في الحمامات قالت لي اعطيني ديريكسيون معناتها لادريس اعطيتها لادريس ما اعطيتش شمية معناتها باش تعلق بيا روحت على وراي نكمل في عام المينيتير بعدها بشهر ونص بعثت لي جواب فيها تصورها زاد عجبتني تعلقت اكثر بديت نعمل في التليفونات جيتني لتونس قعدت بحث فيا بديت هكاك العلاقه قعدت معايا 4 سنين وبعد خرجنا 4 سنين قبل الزواج هكاك قبل الجواز قعدت معايا جيت 3 سنين هنا 4 سنين كل 6 شهور 5 شهور جيت قعدت بحث فيا كل 15 يوم جمعه ومن بعد كي جينا نشوفوا في السيستم انا وقت امي اختي تبارك الله يرحمها اللي ربتني قد يقول لك انت تحب تعيش معنا هنا انا اوكي بيان تشوف كونتاكت مع السفاره نتاعهم ولا خدمه هنا وتقعد معنا حكيت معاه في الموضوع شنو تخدم هي غادي؟ في سبيطار هي في برشلونه بصفت امها عندها هي وحدها عند امها معناتها مدله قالت لي ليه جيت حكيتي في الموضوع قالت لي نو قالت لي لازمك انت تجيب حذايا ومنها مغادي خرجت عملنا جواز هنا وخرجت بحذايا غادي اما المس تونسي عرس تونسي أكيكو برا علاش خاطر عندي شوية من الفامي عندي خويا رضي كلمو ما خلى ما عطونيش الفرصة نعمل عرس كيما حبيت أنا بحكم ظروف مدينك أما عملت عرس سافا مش خايف فهمت مشينا فرحانين حسير حسير وخرجنا غادي عشنا بريود 2004 خرجتوا 2004 خرجت هكاك 2005 خرجت أنا فهمت 2005 باهي 2004 2005 العرس 2004 بعد عام خرجت ولا ديريك بعد العرس هكاك بتسك عام عام ونص نتذكر خرجنا سافا عشنا وامها تحبني وفامي كل يحبوني من بعد حاجه نحب نقولها لك الكالي صارت نو مشيت غاديك شنو خدمت؟ غادي خدمت خردينير وخدمت في الجردان خدمت في الريستورون و برشا خدم يعني خدمت برشا خدم كيما اللي يقول تو السفارات نتاعنا الخارجيين نتاعنا تعرف راهو نورمالمون تعرف تونس كيفاش يعيش وما حاجه اللي فرحان بها انا تو 6 سنين نعيش في اسبانيا ما عملتش الحرام ما ظلمتش العباد ما سرقتش العباد تظلمت
والسفاره نتاعنا تعرف راه السفاره نتاعنا في مدريد تعرف. اه باش نحكيو فيه. شنو اللي صار بالضبط؟ اللي صار بالضبط ظلمتني مراه اسبانيوريه لعبت لي اللعبه على جيل اوراقي استغلتني في بدني وفي صحتي قالت لي باش نعمل لك الاوراق بعد عامين لعبت لي لعبه مع كولومبيانز غادي سود امريكانز وديجاري. المراه مرتك؟ اسبانيوريه اي هذه ثانيه راهو. اي باش ما ندخلوش بعضنا لحظه. المراه اللي خرجت معاها. علاش؟ بالطريقه هذه ما تفهمناش. هي خاطر هي الوحيده عند امها وهي تحب تسيطر. بصفتنا نحن معناتها توانسه عرب بحكم معناتها طلقتها بالتراضي ما وصلتش معها الحاجة كبيرة عنف كبير فهمت؟ قلت لها ما نتفاهموش ماي بلادك وتقولي لي داري وداري وداري ماي دارك وقعدي في دارك. اوكي ما فما حتى بروبليم نطلق ما عندي حتى مشكل. وطلقنا بالتراضي من بعد فما وقت مازلت ما عملتش الأوراق أنت. نو عندي الأوراق. وقتها عملت الأوراق. مش مشكلتي الأوراق أنا. أنا عندي اللغة وعندي الباجاج أنا نعملهم الأوراق. ونسافر أي بلاد وين نحب لها. انا نعيش نظيف انا مش كيما تزيريه ولا توانسه اللي يسرقوا غادي واللي يعملوا في الحرام. حسيلو المراه اللي عملت لي المشكل هي مظلومه وانا مظلوم والمشكل نتاعي في الفيسبوك. الثانيه كيفاش تعرفت عليه؟ تعرفت عليه قاعد انا كاري غادي قاعد نعم في دوره وهي خارجه من الخدمه نتاعها خزرتي ضحكت وانا بسيفتي وحدي بعد تلاقي بعض. تخدم هذه الثانيه؟ هذه هي الحكايه اللي نحب نحكي لها. شنو تخدم؟ بديت نحكيها في السفاره ما حبوش يسمعوني باش نحكي لك عاد شنو هي تخدم. تعرفت عليها في الكياس قالت لي نتقابلوا قلت لها اوكي نتقابلوا كي تقابلنا قالت لي نتقابلوا نهار السبت بنهار الجمعه بنهار الخميس نهارتها بريد هذيك نذكرها بنهار الخميس قالت لي نتقابلوا نهار السبت نهار اثنين نهارتها نهار السبت وهي في نهار السبت عندها سهريه قالت لي نتقابلوا نهار اثنين راني نخدم هنا وفي الحومه اللي نسكن فيها انا في برشلونه بصفتي انا نظيف على اساس موتاليتي نظيفه على اساس في بالي امراه تخدم في بيرو معناتها كونتابلي ولا تخدم سكرتارية ولا اوكي قلت لها وانا تبارك الله 92 كيلو نلعب بوكس لوتشا ليبري كابوري انا ضربت في ياسر مشيت لها مشيت لها نهار نهار السبت عاد كي هزتني على اساس هي تخدم في بيرو في ديسباتش وكي دخلت انا البقعه دخلت كيفاه لقيت عالم اخر لقيتها الى مين خايب بياسر قالت لي جهنات ونحكي لك الحكايه قعدت تحكي لي في الحكايه غضتني الفازه كيفاش مستغلينها هي امراه مظلومه اما يلزمها تبدا تسكت ما تتكلمش على حقها زاده ظالمينها بالضبط ظالمين خدموا فيها في الدروك خدموا فيها في العاره في العاره فهمت اي في الدعاره فهمتني وحكيت لي الحكايه ودارهم في بلهمش هي مثلا تسكن هنا في تسكن في تونس العاصمه ودارهم في الحمامات ودارهم في ماشي في بالهم امها مسكينه يعني هكاك انت تو تمثل يعني انت تمثل بالديستانس اي معناها بالديستانس اي بالديستانس مثلا وام وامها تسكن في حمامات وامها ماشي في بالها اساس بنتها تخدم في ريستورون وهي مظلومه البنيه معناتها مقنشه في الغابره مسكينه بالدروك وقاعدين يخدموا بها عاد كي حكيت لي الحكايه غضتني انا الفازه بديت انا شديت معها الحياه معناتها ولد تجيني للدار الاستوديو نتاعي نقعد وتحكي لي عجبتني انا زاده فهمت اما حبيت نخرجها على العالم هذاك بصفتها باش تعاوني على الاوراق خاطر تو نعرس بيك نعمل لك الاوراق وغادي الاوراق في اسبانيا والحكومه تعرف ب 7 ملايين اورو معناتها باش يعطوك الاوراق مشيت معها في الخط هذاك وهي تخدم على سود امريكانس بالانترنت بالجوجل فما باخينا اسمها اللوكو الاسم نتاع اللوكو كيما الفيسبوك كيما عاد كي عملت لي مشكل انا من بعد سود امريكانوس صاحب اختي عمل لي مشكل كي مشيت الريكلامي انا نشكي على حقي قلت لهم راهو هكا بديت فرقت الرومانه كيما نقولوا فهمت حبيت نمنعها هي ونمنع روحي من بعد غادي يظلموني السفاره نتاعي انا عفسوا فيا كي كلمت واحد اسمها ريم في مدريد قلت لها راهي صارت لي هكا وهكا وهكا عاونوني كيما المغرب يعاونوا ولاد بلادهم مدريد يرحم والديك والديها ريم اش قالت لي من الاول بريود الاولى مشيت معايا في الخط تبع في الامور نتاعي اخر مره كي كلمتها قلت لها يا ريم في مدريد ونقولها قدام العالم توا ونجيبوا مدريد ونجيبوا السفير قلت لها يا ريم قالت يا بلال رجل امورك ما غادي من برشلونه راهي هنا الجماعه عافسين فيك وقت بريود تونس الثوره وقت بلادنا فيها ثوره معناتها حتى السفارات غادي داخلين بعضهم فهمت وصار لي مشكل ولتو قاعد نجري على الكام تاعي على المشكل نتاعي والمراه اللي مظلومه المراه راهو باش يحكوا على حقوق المراه ونقولوا قدام العالم ويديهم مرفوع ونجيب لهم قاوريه هنا على حقوق المرأة. أوكي. مظلومة. مظلومة 100% المرأة، وبرشا نساء مظلومين وساكتين في العالم. باش ما الظلم، الظلم بقوة المال وقوة الدروك. قوة البوذير السلطة والمال والدروك. نساء ما تتكلمش، تاكل عصا وتبدا ساكتة. وقتاش روحت هنا؟ روحت ولا روحوا بيا؟ مشني روحت، هما راحوا بيا الكلاب، العصابة روحت بيا. وقتاش؟ روحوا بيا عندي توا قرابة 7 سنين ونص. بعد 6 سنين غربة الكل حياتي كلها روحوا بيا أنا. حياتك توا كيفاش؟ حياتي انا توا قاعد نحارب قاعد نحارب ومازلت نحارب حتى الفينال حقي هذا ما نسلمش فيه
قدام الحكومة التونسية الكل، الفرق الكل والخارجية والعالم نتاعهم الكل. حقي يعني كنت عايش في عالم لقيت روحي في عالم قرع، عالم زبالة، عالم مش متاع ثورة متاع غورة، مع كل احتراماتي للدولة، مع كل احتراماتي الوطنية متاعنا. خلي كلمة الختام، شنو تطلب بالضبط؟ أنا نطلب من الدولة ترجع لنا تونس اللي نعرفوها قبل، تونس اللي نحبوها، تونس جونا، تونس سياحية، تونس الفن، تونس الرفاهية. ومع كل احتراماتي للدين متاعنا، عندنا الدين من قديم معناتها نعرفوه من غير ما نجدوا فيه، حاجة معروفة. ونطلب كل واحد ياخذ حقه وكاو.